هعمل كبسه. فعندنا فرخه 8 قطع، رز بسمتي، بصل، كوسه، جزر، فلفل رومي وحامي، كركم وبهارات وكاري وليمون اسود اللي هو ليمون وتوم وسمنه روابي وملح وفلفل. طيب نيجي كده وبسم الله الرحمن الرحيم نعملها اربع كده او ابشريها يعني زي ما انت عايزه، لو اطفال صغيرين ابشريها احسن. اجيب معلقه سمنه روابي عندي بصل كده بصلايه كبيره حلوه شويه فلفل شويه بهارات كركم بابريكا ليمونه معموله لوحدها دي متنظفه ومتشال الجلد اللي عليها، حابه تحطيها بالجلد مفيش مشكله زي ما انت عايزه. بصوا كده بفضل اقلب فيها شويه لغايه ما تاخد لون. كلميني تاني يا ساميه وغطيها حبه كده تطلع شويه بخار يسووا الايه الفراخ. طبعا انا مقطعاها 8 قطع عشان ما تاخدش معايا وقت كمان في الايه في التسويه كده. والامه الاسلاميه بخير ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. ما شاء الله وكل سنه وهم طيبين وانت طيبه يا رب ان شاء الله. شكرا جدا ليكي. تمام كده انزل بقى الخضار كده. حاضر انا بس هي تقليبه واحده كده واظبط ملحها. والفلفل كمان شويه عشان انزل عليها بقى كميه الرز اللي انا عايزاها. يعني لو حطينا كوبايتين من الرز هديهم 4 كوبايات من الميه ان شاء الله. واديها بقى ايه ميه وايه وهسيبها تغلي واروح مغطيه عليها خالص واسيبها في ايه تستوي. بسم الله الرحمن الرحيم.